دابا واحد الحفيظ المسير للمقهى والمطعم ومحل المثلجات بيفواك اكسبريس، الحله الجديده ديالو اللي تم اعداد جميع المواصفات باش تكون استقبال الزوان ديالها على مستوى مدينه الداخله في احسن الظروف بجوده عاليه من ناحيه ديال الطاقم اللي تيشتغل فيها ولا من ناحيه المنتوجات اللي ضافت لهاد المدينه اللي غتكون ان شاء الله واحد المنتوجات اللي تلقى رضا الزبناء ديالها اللي ديجا تيتيقوا في المنتوجات ديالها من ناحيه الجوده، من ناحيه نظافه المنتوج، من ناحيه الفريق العمل اللي تيشتغل بها. بطبيعه الحال هذا الاغلاق اللي كان يعني كان اغلاق لانه بغينا نستقبلوا الزبناء ديالنا في احسن الظروف بواحد الصيغه جديده، منتوجات جديده اللي تتلقى الاستحسان ديالهم. وان شاء الله احنا عندنا قائمه ديال المنتوجات اللي هي غتلقى الرضا ديالهم، وبطبيعه الحال استقبال غيكون استقبال كيف تعودوا في بيفواك اكسبريس، تيستقبلوا الكبير والصغير، وحنا محل ديال العائلات ومحل ديال الناس اللي عندهم رغبه انه تيقلبوا على الجوده، تيقلبوا على شي منتوجات اللي تكون راقيه. بطبيعه الحال كما تيعرفوا الناس ديال المدينه الداخله فان بيفواك اكسبريس حافظت على المردوديه ديالها، حافظت على الانتاجيه ديالها خصوصا الطاقم ديال العمال اللي كانوا تيشتغلوا حاليا استحفظنا بهم، وكاين اضافه جديده مع عمال جداد اللي غيضيفوا اضافه جديده ان شاء الله للزملاء ديالهم. وبطبيعه الحال حنا تنبقاو راه الاشاره ديال الزبناء ديالنا. بالنسبه للمنيو ديال بيفواك اكسبريس فهو خدا واحد الفيرسيون جديده، يعني حافظنا واحد اللائحه ديال الطعام اللي كانت لقات الاقبال من عند الزبناء، كانت اضافات جديده على مستوى لي سالاد لي ساندويتش، المنتوجات اللي كانوا تيبغيوهم لي تاكوس لي غراتان. الوغ نوعنا في القائمه واضافه الى المنتوجات ديالنا مستوى الباريستا، لان كاين منتوجات جديده ان شاء الله من ناحيه ديال العصائر، من ناحيه الكوكتيل، من ناحيه ديال المنتوجات اللي انا غتلقى الرضا ديالهم لا من سبيل الطريقه ديال التقديم ولا في التحضير ولا في كل شيء ان شاء الله. نتمنى الزبناء ديالنا يكونوا معنا في الموعد كي تنتظروهم، وان شاء الله غيكتشفوا ملي غيجيو عندنا غيكتشفوا اللائحه ديال الطعام ومفاجات ان شاء الله غتلقى الرضا ديالهم، وترحبوا بهم في اي وقت صباحا ومساء.